أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا متابعينا الكرام، صبحكم الله بالخير وحياكم الله زملائي في الاستديو. اليوم عندنا جولة طبعا وياكم في برنامجكم برنامج صباح الشارجة من سوق الجبيل، اللي راح تعرفين إن شاء الله وياكم اليوم على أسعار الأسماك. بننتقل إلى قسم اللحوم ونختم معاكم إن شاء الله هاي الفقرة في قسم الخضار والفواكه. خلكم ويانا وتابعونا، حياكم الله. حياكم الله مشاهدينا، بنبدا وياكم جولتنا ان شاء الله من قسم الاسماك، وتعرف فيها ان شاء الله وياكم اليوم على اسعار الاسماك الموجوده عندنا. بدايه من هاي الدتشه الطيبه، دتشه القراري. السلام عليكم. السلام عليكم شيب، كيف حالك؟ الحمد لله طيب. شو اخبارك شاب؟ زين. شو اليوم هوامير ما شاء الله؟ هوامير كيلو 60 درهم. 60 اليوم عندنا هوامير على 60 درهم اليوم، مثل ما تشوفون حبات مختلفه هني. وعندنا صافي صنيفي كم اليوم؟ صافي صنيفي 35 كيلو. 35 الكيلو، نزل كان على 45 و40، حاليا على 35 درهم صافي صنيفي. وعندنا هنا ما شاء الله الهلالي، هنا كم الهلالي؟ الهلالي كيلو 30 درهم. 30 على 30 عندنا الهلالي هنا. الصافي كان نزل سعر كم؟ وصل الصافي اليوم 65 اليوم. كم؟ 75. امس 70 وقبله 75 وكان 80 واليوم على 65، وان شاء الله راح يعني الاسعار راح تنزل شوي شوي مع عندنا الصافي العربي هنا. تعال بشوف وياك هني اليوم الشنكره، مضريس، القرام، وش القره هنا هاي لها اربع اسامي، هاي السمكه على كم هنا؟ كيلو 45 درهم. 45 على 45، بطل نغنوغ شويه، بطل نغنوغ، خلينا نشوف هنا ما شاء الله الكيلو اليوم على 45. طبعا هاي الدتشه مطراريد هنا مثل ما تشوفون عندنا ما شاء الله كم من حبه. هاي بعد في دتشات ثانيه عندهم حبات اكبر. وعندنا شله فوق الجشه الصال، شله فوق جش الصال عندنا اليوم هنا بعد على كم الكيلو؟ كيلو 30 درهم. على 30، على 30 عندنا جش الصال اليوم ما شاء الله. تعال راونا شو بعد عندك اليوم الشعري هنا؟ شعري على كم اليوم بعد؟ كيلو 35. 35 شعري العربي هنا على 35، بفتره كان ينباع ما شاء الله بال 40 وال 50، لكن رد ثبت عقب على 40 ورد نزل مره ثانيه على ال 35 درهم الكيلو. عندنا هني الشعري العربي ما شاء الله، وعندنا هني بعد الكوفر. الكوفر كم اليوم؟ كوفر 45 درهم. 45 الكوفر عندنا على 45، والنعيمي 40 درهم. 40. تعال تعال شوي، شله فوق، شله فوق نعيمي، هاي شله نعيمي فوق ما شاء الله ما شاء الله، شيء طري ما الصبح. على كم اليوم؟ 40 درهم. على 40، على 40 درهم عندنا اليوم ما شاء الله النعيم. مسير وياكم بعد مشاهدينا الكرام، يعطيك العافيه. مسير وياكم قدام بنطالع شو عندنا بعد من السمك. عندنا الفرش، عندنا هني ما شاء الله القفداره، وعندنا بعد صافي صنيفي، وعندنا هني سلطان ابراهيم والشعري. السلام عليك. كيف حالك؟ كم اليوم قفداره؟ كم اليوم؟ 35 ربع. 35. 35 عندنا الكيلو. الفرش كم ما شاء الله؟ 25 ربع. 25 الفرش، 25 تقريبا سعر ثابت من زمان. وعندنا هني ما شاء الله سلطان ابراهيم. عكم سلطان ابراهيم؟ اي نعم سلطان. 30 على 30، على 30 عندنا مطراري. طبعا هذا كل الصبح واصل عندنا ما شاء الله مشاهدينا الكرام على 30 درهم، والشعر العربي على 35، السعر ثابت الى الان. عشاق القرفه، القرفه كم اليوم عندنا؟ 25. 25 القرفه اليوم على 25، قرفه طبعا الحجم الكبار عندنا ما شاء الله هنا. ظهر هذه شله فوق، شله فوق هذه ما شاء الله، هذا شوفوا عندنا هنا سمينه على 25 اليوم القرفه عندنا مشاهدينا الكرام. طبعا القرفه صار لها تقريبا مده اسبوع او اربع ايام سعرها ما شاء الله على ال 25، لان تينا الحبات الكبار يوم يكونون صغار او شويه زيرات يكون السعر بين ال 20 15، واحيانا بعد الصغار يوصلن على 10 درهم. وهنا عندنا ما شاء الله الباشخيل او الشخيلي. السلام عليك. كيف حالك؟ شو الباشخيل اليوم عندك؟ شله فوق، شله هاي ما شاء الله على كم اليوم؟ 30 اليوم. على 30، على 30 اليوم عندنا الباشخيل، من فتره كان واصل على 35 نزل على 30، رد نزل 27، حاليا على 30 درهم. وهني عندي جش الصال حبات الكبار، على كم جش الصال عندك؟ على 30 بعد. على 30، على 30 شله فوق ما شاء الله. شوفوا شوفوا المدريس هنا، شوفوا ايش كبره ما شاء الله. كم كيلو هذه؟ ما شاء الله. كم كيلو تقريبا؟ مدريس هذا 5 كيلو بيب. 5 كيلوات تقريبا في الحبه هني ما شاء الله من اليوم الصبح. والكيلو على كم؟ 30؟ 35. على 35 ما شاء الله، حبات كبار قلت لكم في قدام بعد تحصلون ان شاء الله اشياء اكبر. وعندنا هني ما شاء الله اللي هي الفسكاره، الفسكاره بنت النوخذ على كم الفسكاره اليوم؟ 25. 25 الفسكاره اليوم على 25 عندنا. شله هاي الفوق، شله على كفر، كفر طلعها فوق شوي، طلعها برا ما شاء الله. كفر
عبد الكلام انت ما شاء الله عليك مشهور بالكوفر، على كم هنا الكوفر؟ 30 درهم. على 30، على 30 عندنا الكوفر ما شاء الله، شوفوا حبه ايش كبره، على 30 درهم. سمين. هاي سمين بعد ما شاء الله، عندنا هني صافي صنيفي ما شاء الله، على كل دكات موجود عندنا صافي صنيفي، وعندنا هني بعد هذه صافي، على كم اليوم هنا عندك؟ 35 اليوم. 35 ديسكاونت. 35 اليوم خصم، عبد الكلام عنده خصم اليوم 35، وعندنا هني الباشخيل على كم هنا؟ 30 درهم. على 30 درهم مطراريد الصبح عندنا هني بوي. ما شاء الله مطراد، وهني القرفه 25 صح؟ ايوه زين، خلينا نصير نطالع فوق السولي، السولي هناك ودنا عند السولي اخر شيء، اخر الثلاجه هنا. كم السولي عندنا اليوم؟ هي كم ما شاء الله؟ هذا 25 بوي. 25 السولي، اللي يدور السولي والشعري الغاوي، عندنا العربي، وعندنا ما شاء الله الباشخيل، وعندنا السولي، السولي اليوم على 25 درهم ما شاء الله. مسين الطالع ياخذ بعد مشاهدينا الكرام، الربيان طبعا سعره ثابت الى الان ما تغير سعر الربيان، بنطالع وياكم بعد الدكات الثانيه الاسماك اللي تينا المستورده، وعندنا ما شاء الله القباقيب، وعندنا هني مثل ما شفت البلطي، وعندنا ما شاء الله اللي هو البياح المصري. السلام عليك، كيف حالك؟ شو اخبارك؟ كم البلطي اليوم؟ 15 بعد ثابت، عندنا البياح المصري 22. تعال مسير شوف وياك القباقيب هنا ما شاء الله، على كم القباقيب اليوم؟ جلبن جلبن هنا شله فوق هالكبار اي ما شاء الله، على كم الكيلو؟ 35. 35 نعم. على 35 عندنا اليوم القباقيب ما شاء الله مشاهدينا الكرام، طبعا احجام مختلفه كبار وصغار، الاسماك المستورده سعرها ثابت على 15. بنشوف وياكم هني السبريم التركي هذا ولا سعودي؟ تركيا. على كم اليوم ما شاء الله؟ 28. 28 نزل سعره، اللي يلحق على السبريم يلحق يا جماعه، ترى واصل سعره على 28 من كان سعره على 30 و35 درهم. بصير وياكم بعد بنطالع عندنا الاسماك الثانيه، خلينا نشوف وياكم ما شاء الله شوي زحمه هنا، خلينا نصير نطالع الدكات الثانيه بعد بنشوف القباقيب هنا، القباقيب القباقيب اول ربيان هنا من المزارع، خلينا نشوف وياكم ربيان المزارع. السلام عليك، كيف حالك؟ شو اخبارك؟ طيب كم اليوم؟ اليوم 22 عندي 22 اليوم عندنا على 22. هذا طبعا قباقيب عفوا الربيان المزارع الصغار هنا، شله فوق شويه، شله فوق هنا، عطنا على الكاميرا شوفوا الاحجام، طبعا هذا لونه مختلف شوي مشاهدينا الكرام، والكيلو على 22، بارحه كان السوم على 30 درهم، لكن الحين عندنا على 22، وعندنا بعد القرفه الطيبه هنا، القرفه كم 20 ولا 25؟ 25 عندي 25 25 عندنا القرفه، يعطيك العافيه. خلنا نصير وياكم نطالع بعد بنشوف المحلات الثانيه، عندنا تقريبا عدد من الدكات مختصه بالربيان، بنشوف حد يكون ويانا هنا برع. السلام عليكم، كيف حالك؟ شو اخبارك؟ شو الربيان اليوم؟ ربيان جديد اليوم. على كم اليوم الاسعار؟ هذا 35 35 هذا أيوة. التايجر الهندي ايوه هذا التايجر الهندي والفلاور هذا مال 40 درهم 40 ما شاء الله، وهالجامبو هنا 75 درهم 75 عندي هنا، شله فوق شوي هذا طلع فوق كل كبير هذا الكبار على كم اليوم؟ 75 هنا 75 وهذه له هذا 55 درهم 55. تعال مسير ياك قدام بنطالع بعد عندنا التايجر الهندي هذا الاسود كم ما شاء الله هنا بعد؟ هذا 45 45 45 عندنا التايجر الاسود على 45، وعندنا هنا من البحر هذا على كم؟ هذا 40 درهم 40 درهم 40 وهنا هذا بعد 40. تعال شوي قدام، نفس الحجم ولا في فرق؟ نفس الحجم بس النوعيه تختلف، طبعا هذا التايجر وهذا الجامبو ايوه انزين، وهناك الابيض هذا هذا 35 35 ايوه 35. تعال شوي كذا خلينا نراوي المشاهدين الكرام، نرجع بالكاميرا بس على الربيان نشوف وياكم مشاهدينا الكرام هنا اسعار الربيان عندنا ما شاء الله اليوم. اغلى شيء عندي طبعا الجامبو هنا على 75، اما البقيه الاسعار طبعا بين قلنا ال 50 وال 40 35 بعدنا 40 75 55 50 التاجر الهندي 45 و45 و35 طبعا ال 45 و45 هاي له احجام مختلفه شوي، لكن الفصيله بعد نفس الشيء بعد مختلف، عندنا التاجر وعندنا الجامبو، السعر تقريبا شوي شبه ثابت، وعندنا هني بعد اسماك النهريه ما شاء الله اللي هو السمك البني. السلام عليك، كيف حالك؟ الحمد لله. فارس حالك؟ على كم اليوم؟ 15 15 نعم. اليوم على 15 نزل، كانت على 18 قبل، حاليا على 15 اللي هو الاسماك البنيه عندنا النهريه هذه مثل ما تشوفون عندنا هني. الكوفر الصغار كم هنا ما شاء الله؟ 15 على 15 نعم. كوفر الصغار على 15 درهم. سمان بعد كم؟ 15 بعد 15 عندنا الشخيلي 15 بعد 15 بعد الشخيلي نعم. 15 بعد الشخيلي طبعا اللي يحب نيسر مال الجميره 7.5 نيسر مال الجميره على كم اليوم؟ كيلو 15 كيلوين على 15 كيلو على 7.5 ما شاء الله عندنا هني.
وعندنا هنا 15 مال قرقور السولي مال قراقير على 15 ايوه وهناك عندنا ما شاء الله شو بعد الجد على كم الجد اليوم 10 دراهم عندنا الجد هنا حبات الصغار الفرش مال طري 10 بعد هذا الفرش على كم 10 على 10 الكبار هناك شفناهم مشاهدين كرام كانوا على 25 عندنا هني على 10 والعنفروس كم ما شاء الله بعد 15 15 نعم. العنفروس طبعا على 15 العنفروس موجود عندنا في السوق تقريبا صار له من اسبوع موجود عندنا مشاهدينا الكرام ان شاء الله تكونوا استفدتوا ويانا من جولتنا في قسم الاسماك خلكم ويانا وتابعونا ونسير لكم قسم ثاني من السوق ان شاء الله. من قسم الطازج من قسم اللحوم والدواجن حياكم الله مستمرين معاكم في جولتنا مشاهدينا الكرام نتعرف وياكم ان شاء الله اليوم على اسعار دي اي عندنا محل ما شاء الله متميز بالتتبيلات وعنده صحون طبعا نخلي فيها قطع جاهزه بغيت الدي اي كامله بس خلونا نتعرف وياكم اكثر مع اخونا محمد صباح الخير صباح الخير كيف حالك محمد الحمد لله الله يعطيك العافيه محمد ما شاء الله عندك اشياء مرتبه جاهزه في الصحون نبغى نعرف شو اللي موجود عندك زاد الاسعار جزاك الله خير عندي العظم خلنا نطلع برا بس الصحن جزاك الله خير هذا شو عندنا؟ عظم الله الصدر يا نعم بس عظم بدون جلد وبدون فات بدون شيء 3 ب 10 هذا للسوب للشوربه يعملونه ولا شو أيوة محمد؟ لهذا الشوربات اكثر شيء، هذا صحن مشاهدينا الكرام منظف طبعا العظم عفوا الجلد واللحم خلاه بس العظم وثلاث صحون ب 10 دراهم، هذا ما شاء الله عندنا ثلاث صحون ب 10 دراهم، زين محمد شو عندك شيء ثاني بعد؟ عندي جوانح كمان بخمسة وربع الصحن خمسة وربع؟ هذول العروضات على مدى الاسبوع كله نعم هذه تعملونها عروض مستمرة عندكم ما شاء الله هنا في المحل أيوة. هاي عروض عندهم بعد ما شاء الله هنا في سوق الجبيل في الورق خمسة وربع كمان وخمسة وربع نسير قدام محمد ونشوف شو عندنا هني بعد ورق كمان وخمسة وربع هذه هني طبعا وروج مبردة مال دي اي افخاذ كاملة على كم فريش. محمد هذا خمسة وربع على خمسة وربع دراهم طبعا للصحن الواحد كم قطعة في محمد تقريبا ستة وسبع ست او سبع قطع الوزن الدي اي هذا 900 ولا 1000 هذا 700 700 700 هنا عندنا مشاهدينا الكرام طبعا اتون وتسألون بعد الصحون مثلا لو زان في عندنا 1100 1200 في 700 في 900 بس تخبرون اخونا محمد او البائع ويخبركم كل شيء ومحمد ما شاء الله هذا شو عندك هنا تتبيلات شيش قاو صوص طماطم نعم في عندنا فخاد نعم في عندنا دجاج كامل بدون عظم هذا اللي يسمونه مسحب محمد مسحب هي زين مسحب تمام وهذا فخاد تندوري سبايسي هذول هذه خلطات السبايسي سبايسي بدون فات كمان نعم هون في جوانح هذا تلاحظون مشاهدين الكرام في عنده باليلد ومن غير يلد شوفوا هنا عليها يلد وهنا ما عليها يلد يعني موجود طلبكم ان بغيتوا باليلد موجود وان بغيتوا من غير يلد بعد موجود واذا بغينا بعد محمد خلطات خاصه تعملون لنا مثلا انا بطلب طلب خاص يعني برجر سكالوب كوردون بلو نعم يعني انا ما احب السبايسي مثلا ابغي حاجه ثانيه شو ما طلب الزبون نحن حاضر عندكم خلطات ما شاء الله هذا اللي يتميز فيه سوق الجبيل والمحلات اللي فيه ما شاء الله ان عندهم خلطات مش انه خلطه واحده عندهم عدد من الخلطات زائد انك انت مشاهد الكريم بغيت خلطه معينه بعد خبرهم ما يقصرون فيه وياكم وهني على كم قلنا محمد السعر 20 الكيلو 20 وهنا 20 20 والدياي كامل هنا هذا 25 25 والاول واحد هذا بالبهارات 30 درهم 30 انزين ونشوف وياك بعد الجوانح هنا سبايسي وعادي سبايسي وعادي والكيلو على 15 الكيلو على 15 زين محمد خلينا نصير نطالع وياك بعد الاسعار محمد ما شاء الله عنده محل بعد ثاني محمد خلينا نصير هنا محل ثاني بعد عندهم ما شاء الله عندهم بعد قطع اللحم او الدياي عفوا والبيض واشياء بعد مرتبه في الصحون بس خلينا نشوف وياكم بعد الاسعار مع اخونا محمد بدايه باسعار البيض محمد شو كم البيض كله الصندوق هذا من المزرعه لهوني ب 18 وب 19 هذا الحجم الكبير ولا الصغير؟ هذا اللارج اللارج ايه ترى مشاهدين الكرام اللي بيجي السوق يسال ترى في احجام بشوف في ميديوم الميديوم طبعا الاسعار تعتمد على الحجم البيضه اكيد طبعا هنا عندنا على 18 وعندنا هاي الصحون مثل ما تشوفون عندنا مشاهدين الكرام شيء من الافخاذ وشيء عندنا من الصدور الصافيه كم الاسعار هنا محمد؟ هاي ب 10 ونص ب 10 ونص الصحن الواحد الصحن 700 جرام وفي اربع قطع مشاهدينا الكرام هني على ب 10 على 10 دراهم يعني قيمه الدجاج ما شاء الله عندنا والمحمد الصدور هني الصحن بنص كيلو ب 16 درهم نص كيلو ب 16 درهم 16 درهم كم حبه فيه تقريبا في مشكل مشكل يعني على حسب وزن مشاهدينا الكرام شوفونا هاي الصدور الجاهزه اللي ما يبغى ياخذ مجمد ولا شيء هي هنا عند اخونا محمد وعلى كم محمد قلت لنا عفوا هني 16 درهم 16 درهم وهذه المقانس طبعا على 7 دراهم بعد عندنا هني الثلاجة الثانية عندنا الفري الصفارد اللي يدورون صفارد حياكم الله على كم محمد الصحن هنا؟ هذا ب 25 25 هذا شوفوا هنا عندنا
هذا على 25 درهم عندنا تقريبا في 9 حبات يمكن محمد؟ 6 حبات ايه 6 حبات هنا وهنا نفس الشيء عندنا. هذا محمد شو دياي كامله مقطعه؟ بدون جلد. هذه عندنا دياي كامله مشاهدين الكرام شوفوا هنا جاهزه على 10 دراهم الصحن الواحد تقريبا على حسب الحجم والوزن. أيوة. طبعا زاد ان محمد عرفنا على اسعار الدياي هنا الكامله جزاك الله خير ولا وزان موجوده عندك؟ هلا في عندي من 700 وفوق 700 وفوق. اغلى شيء كم عندك السعر؟ هلا كل السعر واحد 14 درهم. والصغار؟ كله نفس الشيء. الكرتون ب 13. الكرتون 13 حبه؟ أيوة. 13 حبه الكيلو عفوا. وكم يطلع علينا السعر؟ يعني بالكرتون ب 13 130 درهم. 130 درهم ما شاء الله. يعطيك العافيه محمد، شكرا جزيلا على المعلومات الطيبه، اتمنى لك التوفيق ان شاء الله. الله يطول بعمرك. الله يخليك. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، مثل ما شفتوا ويانا اخونا محمد ما شاء الله عنده محل تتبيلات وعنده محل اللي هو طبعا الدي اي يكون ممتبل وصافي مثل ما شفتوا ما شاء الله، مقطع في صحون، بغيته كامل وبغيته الافخاذ وبغيته الجناح ما شاء الله، اسعاره طيبه 10 5 13 18 هذا سعر ما زاد على الاسعار الموجوده عندنا هنا ما شاء الله. خلكم ويانا وتابعونا ونصير ياكم قسم ثاني. بس مستمر جولتنا معاكم مشاهدينا متابعينا الكرام من قسم الخضار والفواكه، نتعرفين ان شاء الله وياكم اليوم على اسعار الخضار الموجوده عندنا والفواكه. نبدا وياكم ان شاء الله بملك المطبخ طبعا اللي هو الطماط مع اخونا هني. السلام عليكم. كيف حالك؟ الحمد لله. شو اسمك انت ابوي؟ عبد الكريم. عبد الكريم كيف حالك عبد الكريم؟ الحمد لله. طيب يا استرتب الطماط اليوم كم سعر الطماط عبد الكريم؟ 15 ما شاء الله. 50 45 35 30 وصل لل 25 واليوم على 15. هاي السحاره عندنا مشاهدينا الكرام طبعا الفتره اللي طافت الاسبوعين اللي طافن يعني الطماط كان غالي جدا جدا واصل ال 55 درهم، ما كان الحين عندنا ما شاء الله على 15 درهم السحاره. كيلو كم يطلع يعني اليوم؟ كيلو يمكن 3 ريال 3 درهم. والكيلو كان واصل على 7 درهم حاليا على 3 درهم. طبعا الطماط عندنا اليوم بكميات كبيره ما شاء الله هنا عند اخونا عبد الكريم. خربطنا باسمك يا عبد الكريم. عندنا الورقيات كم هنا؟ درهم. وعندنا الخس اليوم؟ خس كيلو 5 5 دراهم، الخس عندنا على 5 دراهم هنا ما شاء الله، شوفوا حبات الكبار هنا عندنا الخس اليوم على 5 دراهم، والورقيات طبعا كلها معروفه على درهم، يكون الربطه على تكون ربطه على درهم واحد. عندنا الثوم هناك على كم؟ هذا 5 ريال. هذا هندي ولا الصيني؟ لا الصيني. الصيني على 5 دراهم، هندي عندك ولا ما عندك؟ هندي في. كم الهندي واصل؟ هندي كيلو 12. 12 درهم الهندي عندنا والصيني على 5، 5 ريال قدام. نشوف بعد اسعار اليوم الفواكه عندنا بداية هني ما شاء الله، شو عندنا هني؟ الشمام، شمام على كم ما شاء الله؟ شمام كيلو 4 ريال. 4 دراهم، شمام على 4 دراهم اليوم الأردني عندنا، ما شاء الله هنا عندنا السحارات موجودة على 4 دراهم، بنشوف وياكم بعد اليح اليوم على كم؟ اليح كم وصل اليوم سعره؟ درهمين كيلو. على درهمين. اليح عندنا الايراني هنا شوفوا حبات كبار ما شاء الله على درهمين اليوم. على درهمين عندنا اليح المشاهدين الكرام، وهذا عندنا التين الشوكي بعد هنا يسمونه التين الشوكي على كم هنا ما شاء الله؟ هذا 20 ريال. 20 درهم، هذا صندوق كامل؟ كامل. هذا كم كيلو فيه تقريبا؟ يمكن في 2 كيلو ونص. كيلوين وشوي تقريبا على 20 درهم هنا ما شاء الله. وعندنا الموز التشيكيتا صار له فتره مختفي من السوق، تحصلون كله يا الفلبيني او الاكوادوري. اليوم التشيكيتا هنا على كم هنا؟ كيلو 5 ريال. على 5 درهم كيلو على 5 تقريبا، ما في فرق بينه او بين الاكوادوري او الثاني الفلبيني على 5 دراهم للكيلو. وعندنا ما شاء الله العنب، هذا سعودي ولا استرالي؟ سعودي. كم واصل سعره؟ 35 الصندوق هذا 35. وهذا شو بعد؟ هذا 30 درهم. 30 درهم. وعندنا الاناناس على كم؟ 8 دراهم. تعال ها ملوين فلبيني ولا فلبيني على 8 دراهم ما شاء الله. الحين موسم الحمضيات مشاهدينا الكرام، بتحصلون السنطره والبرتقال مره ترس السوق. على كم السنطره هنا ما شاء الله؟ 8 للكيلو. 8 دراهم للكيلو عندنا هني. وعندنا البرتقال ها ملكل ولا برتقال عصير؟ برتقال عصير على كم اليوم؟ 4 ريال. 4 دراهم. مشاهدينا الكرام انا اروح ريحه الهمبه ما شاء الله فايحه في المنطقه. اي همبه عندك؟ همبه جديد هنا شيء؟ ريحه جديد يجي. هذا شو هذا؟ هذا مصري. المصري هذا عندنا الهمبه هني من مصر، والله الريحه فايحه يا جماعه هني ما شاء الله. يا سلام. على كم الكيلو؟ هذا كيلو 15. 15 صندوق 40. الصندوق على 40 والكيلو على 15 درهم ما شاء الله. عندنا الهمبه
هاي من مصر جايت لنا الحين خلاص تقريبا يكون موسمه. والباكستاني موجود؟ باكستاني على كم الباكستاني؟ هل عندنا الباكستاني هنا؟ 40 اللي هو شو اسمه هذا؟ تشيسو؟ تشوسا سندري سندري وتشوسا على كم؟ هذاك صندوق 40 كارتون 40 على 40 على 40 الصندوق رد ارتفع كان على 35 وصل على 40 طبعا هذا هو الباكستاني عندنا التشوسا والثاني السندري على 40 درهم وعندنا طبعا مثل ما تشوفون هنا صناديق او علب المشمش او الخوخ كم هنا ما شاء الله؟ عجمي 12 بالعجمي هي على 12 ايراني وعندنا هناك المنقستان رمستان 12 على 12 على 12 درهم طبعا العلبه وهذا شو عندنا هنا ما شاء الله بعد؟ هذا 12 مال ايران على 12 الكوجة هنا على 12 درهم عندنا بعد ما شاء الله كرز كم وصل؟ كرز كم؟ 12 12 درهم عندنا الكرز بعد وصل مشاهدينا الكرام ما شاء الله مثل ما شفتوا هني الأسعار تقريبا ما في اختلاف فيها كثير ما عدا عندي الطماط نزل سعر وايد ما شاء الله من مثل ما نبه بداية الفقرة من 50 و40 و30 وصل على 15 درهم حاليا عندنا واليح نزل سعره من درهمين ونص إلى درهمين والشمام ثابت سعره على 5 والخس بعد نفس الشيء بعد سعره ثابت إلى الآن على 5 درهم من فترة وصل 6 و7 درهم لكن بداية الصيف كان ما شاء الله الكيلو على 10 درهم حاليا على 5 درهم وإن شاء الله تكونوا استفدتوا ويانا مشاهدينا متابعي الكرام من جولتنا الشاملة وياكم في سوق الجبيل بديناها من قسم الأسماك وانتقلنا للحوم والدواجن واختمناها في هذا القسم المميز طبعا قسم الخضار والفواكه وإن شاء الله تكون الأسعار نالت اعجابكم وان شاء الله نتمنى تزورونا في سوق الجبيل تاخذون لفه كامله مثل ما نوه دائما سوق الجبيل ما شاء الله ثلاث اقسام وفي تقريبا ولا فوق واصل ل 400 محل يعني بشكل عام الاقسام كامله او ازيد ما شاء الله فاخذوا لفه وشوفوا الموجود عندنا هني وحياكم الله ونشوفكم ان شاء الله في حلقات قادمه مع السلامه.